اجتماع خلية الأزمة الخاص باحتمالية أن تكون هنالك سيول في ناحية مقصر وناحية صفان لا سامح الله، ووضعنا خطة للتأهب والمباشرة ب يعني حرف مسار هذه السيول او بالاتفاق مع الدوائر السانده. ان شاء الله خلال اليوم تم الاتفاق مع قياده شرطه الحدود ومع الجانب الكويتي للمباشره بوضع مصدات على الشق بين الحدود بين الكويت والبصره من اجل عدم ايصال هذه السيول لا سمح الله اذا كانت الى ناحيه صفان. طرح جميع المشاكل على جميع الأعضاء المسؤولين عن أي أزمة اللي خلينا نقول الأمطار الغزيرة أو كانت هناك سيول، فتم معالجتها وتم أيضا توقيع على محضر أنه كل شخص مسؤول عن آلية معينة يجب أنه يبلغ بها السيد المحافظ في حالة وجود سيول على الحدود لا سمح الله بيننا وبين الدولة الشقيقة الكويت. حقيقة كل الأمور كانت جيدة، تم رفض جميع العجلات إذا كان هناك نقص بها أو أكو هناك نقص من حيث التصليح. كان هناك اللجان اللي كان اشتركت الهلال الأحمر، الماء والمجاري، الموارد المائية، الكهرباء، حيث هناك مثلا كان مناقشة إذا كان هناك انقطاع بالتيار الكهربائي، توفير المواد الغذائية للمواطنين. ما حصل البارحة بقضية التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، هي كانت أمطار موجودة، قلت مثل ما تنوهت سابقا أنه أمطار موجودة على جبل سنا، منطقة مرتفعة، وهذه المزارع موجودة بالمنخفضات الموجودة بجبل سنا، يسمى احنا نسميه السفح. فخلال نزول الأمطار تجمع المياه تنزل إلى 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 المزارع. احنا اخوان البارحة طلعنا للمزارع وكان ويانا بعض القنوات الفضائية، وإن شاء الله ستكون هناك لجان من قبل المجلس والناحية بالإضافة إلى شعبة الزراعة للوقوف على الآثار والأضرار اللي قد تكون حصلت في هذه المزارع. وإن شاء الله إذا حصل الجهد ووصل إلى ناحية صفان اليوم سنوجه قسم من هذا الجهد إذا أمكن من خلال لدرء الخطر عن هذه المزارع.